السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خالد 20. طبعا اليوم ما بدنا نسوي شرح، نلعب سولو، لأن الكثير من التعليقات قالوا العب سولو العب سولو. أوكي، عدي المرة خاص بنلعب سولو. وقبل ما نبدأ المقطع لا تضغط اللايك والاشتراك والنشر، ويلا نبدأ. نضغط ردي ونرجع لكم. رجعنا لكم، تعال شوفوا، لا تنتقدون على اللعب لاني من زمان ما لعبت، من زمان يعني، مو من زمان يعني قبل اسبوع او اسبوعين يعني. لا تنتقدون يعني تقولون لعبك خايس ولا شيء، يعني من زمان خلاص يعني، من زمان يعني. معليش على البنك الخايس. اح في ثلج يا رب، ما في كوبي رايت مدري على الفيديو. طيب وين ننزل؟ ننزل ما نبي ننزل عشان ابي اسوي يعني اني محترف، عرفتوا؟ ننزل منتزه السعاده، يلا ننزل. ان شاء الله ان يكون لعب حلو والجيم كله بوتات عشان افوز. يلا يلا ننزل، يا رب كله بوتات. الله عيب. والله في ثلج، والله من زمان ترى ما لعبت روبلوكس فورتنايت. انا بنزل هنا شجرة، والله من زمان قبل اسبوع مدري اسبوعين. يا ربي اللوت، وش السلاح؟ السلاح يا الله يا بوت، واي مستل ايم الخايس، والله من اولتها انا، والله قاعد عليه. معليش ان البنك يقطع، بس تحملوني يعني. اول جيم سولف القناعة تعرفون يعني لازم يكون في اخطاء، بس انا اوري ذا. الله يعيش احنا محترف. يا رب ما يكون محترف عبدو ايدس يمه. احا طيب بسم الله، هذا اول جيم ان شاء الله نفوز. ان شاء الله ما في بوتات عشان نفوز. طيب ننزل مرور الضبابية، يعني ان شاء الله نفوز يعني باذن الله. يلا بسم الله. يا رب يا رب يا رب ما نزلت. يا رب يا رب يا رب، شكله اللي فوق معرك. يا رب يا رب يا رب يمه، شكلها ايديت والله يمه. يا حرق نفسه. يا رب يا رب يا رب ما اموت يمه. انحرقت انا يا يمه. جي جي والله جي جي. ايوه لا لا لا، يا رب يا رب اذبحه. يا النار حرقتني. يا رب يموت. يا رب يا رب يا رب يا رب. قاعد يمدك ادري ايش اللي طيحه طيحه. يا رب يمه. جي جي سلام عليك. والله جلد، شفتوا كيف اني جليد؟ ايش اعرفكم، هذا ركان البطل ترى اللي تو شفتوا اني. يا رب ما يجيني سب تعليق. يمه يمه يمه. وبس كان هذا الفيديو، لا تنسى تضغط اللايك والاشتراك والنشر،
وآسف يعني إن شو اسمه المقطع كان قصير، والله ما أدري قصير ولا طويل، بس نسيت أقول لكم تبوني الحلقة يعني الفيديو الجاي تبون ننزل روبلوكس، ولا تبون ندوع شوي، ولا شرح؟ اكتبوا في التعليقات، ومع السلامة.